يقول: وأنا في المزدلفة بعد أن رجعت من عرفات وجدت سيدتين كبار في السن ولم أعرف من أي بلد، قالوا لي: أنت شاب ونريد منك أن ترجم عنا، أن ترجم لنا، وأعطوني حصى رجم يوم واحد، أقصد رجم العقبة فقط، وهم سيدتان أي اثنتين، وقالوا: أكمل لنا أنت، وفعلت لهم كما فعلت لنفسي كما ذكرت في السؤال الأول. هاتان المرأتان لا أدري هل هما من محارمه أو هما أجنبيتان منه، والظاهر من سياق كلامه أنهما أجنبيتان، وأنهما وجدهما الشارع. وعلى كل حال لا يصح أن يرمي عنهما ما دامتا قادرتين على الرمي بأنفسهما، لأن الرمي كغيره من شعائر الحج يجب على الإنسان أن يقوم به بنفسه، لقول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. ولكن نظرا إلى الحال التي حصلت فإنه لا يعتم لأنه جاهل، ولكن على المرأتين فديتان تذبحانهما في مكة وتوزعان على فقراء أهل مكة، لأن العلماء رحمهم الله قالوا في ترك الواجب: إن من ترك واجبا فعليه دم، يذبحه في مكة ويزرعه على الفقراء. نعم، بارك الله فيكم.